صاحبته هتستعبط فين؟ اسمع ما اقول لك يا سيدنا الافندي، المدير اللي قابلك استعبط نوبه وحب يعملها، ما اقولكش ايه اللي جرى له؟ هلا مش تفهموني، انتوا عاوزين ايه؟ انا فاهمك، انا عايزين ايه؟ اوعى شويه. عاوزين يعني مزيكا. الا مزيكا ده باين انه مش هيتفاهم بالذوق، هيتعبنا قوي. انا فاهمك. متشكر قوي يا جماعه، خصوصا انت يا ست حي. انا كنت ناوي بدي ادبحهم لك هيك مثل الفراريش، بس لو كنت صبروا نتفي هيك. ما انت بطل. ايه شو لك؟ لكن احنا ما فهمناش الجماعه دول هم عايزين ايه. انا مستغرب انا كمان، ايه حكايتهم دول؟ على العموم في حاجات غريبه قوي بتحصل هنا يا حضره المدير. الجماعه دول بالظبط دخلوا على المدير القديم، رقعوا حته علقه، ولما راح يشتكي للبوليس شعبان بيه قال له معلش المسامح كريم. عجايب، هو تملي شعبان بيه اتسهل برقبته بالشكل ده؟ يكونش ملاك ومتخاف له عامل شعبان. نهايته الناس دايما يطمعوا في اللي عنده فلوس. يلا يا جماعه النمره بتاعتكم. ايه النمره؟ يلا يا غبي اطلع قدامي. صار يا حضرة المدير. هلو ممدوح، انت دخلت منين؟ باب يا اخي. انا قافله بايه؟ لازم ما قفلتوش كويس. هيدو انت جيت الوقت المناسب. قبل ما تيجي كان فيه هنا حتة خناقة ربنا يعلم بيها. مع مين؟ مع ثلاثة كده على شكل بلطجية. دخلوا وكلموا معايا بالألغاز. ألغاز؟ قالوا لك ايه؟ اسمع يا سيدي. تك 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 تك. وفي الآخر يقولوا لي هات النص. هم جولك انت؟ تعرفهم؟ جماعة بتوع السوق السوداء. لازم كده. الظاهر انهم عرفوا اني كنت ناوي ابطل الخمر عندي في الصاله، لان الخمر حرام يا ممدوح. انما بكل اسف وجدت ان العمل ده مش ممكن، ما في الصاله تقدر تمشي من غير خمر. وانا ما اخبيش عليك، عندي ستوك خمر جامد يعرفوا بيه الجماعه دي. فجم عرضوا عليا يشتروه، ما رضيتش انا. وانت زي ما انت عارف الجماعه دول لهم اساليب قوه، فعرضوا عليا يشتروا مني النص ويسيبوا لي النص. بقى دي حكايه النص. فضلت بقى انا زايغ منهم كام يوم لحد ما عتروا بيك انت. الحمد لله اللي جت على كده. انما على العموم يا شباب بيه لازم نبلغ البوليس. لا لا ولا نبلغ ولا حاجه، سيبك المسامح كريم. انت طول عمرك راجل طيب. طيبات عند الله يا ممدوح. شوف بقى، انا مسافر اسكندريه عشان ماموريه مهمه جدا، وعايز منك ان اي انسان يسال عني انا ما تعرفش عني حاجه ابدا. وهو كذلك. وصيتك المطرح يا ممدوح، اشوف وشك بخير. يا راجل الله، مين اللي هيتعشى مع الاستاذ ممدوح؟ مفيش حد. على فكره انت تعرف الاستاذ ممدوح من زمان؟ اعرفه، ده انا اعرفه من 15 سنه، وغير كده ولاد حته واخوان على الخير والشر والفقر والغنى. ليه؟ عاوز علاوه اكلمهولك؟ عاوز تتفقفت برضه اكلمهولك؟ لا 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 لا، ولا علاوه ولا رب. انما قول لي، هو
تركيكوا شويه. تركيكوا ليه؟ شفته بيرقص بيتنطط بيقول ملوجات بيرقص. من يوم ما جه يجي هنا يقول لي حاضر عشا الاثنين، احضر اثنين سيرفيس واحضر اكل نفرين، الاقيه يملك كاسين ويقعد لوحده يكلم ناس ويتباسم ويقول على بطر. يقول على بطر لمين؟ مفيش حد قدامه بيقول للهوا. للهوا، ومفيش حاجه تعبانه في الدنيا الا الهوا ده. اصلي ده ابن سامبوليزم. ايه سامبوليزم؟ وسامبوليزم ده يبقى ايه؟ لا مش هنا. عشيت؟ ليه عازمني على العشاء؟ لا. امال المطرح التاني ده لمين؟ للسمبوليزم. اموت انا في السمبوليزم. أتني ونار الشوق ليل ونهار ولعة وأيدا، الحب أتني ونار الشوق ليل ونهار ولعة وأيدا، أحسن لك سيبها وخليك زوق. شو هالحق